السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، كل عام وانتم طيبين. قضينا عيد الفطر من أسبوع تقريبا، وأتمنى أنكم كلكم تهنيتوا وسعدتم بالعيد أنتم وأهلكم وجيرانكم. بالنسبة لموضوع اليوم، انا قررت ان احنا نتكلم فيه النهارده بعد انقطاع مده طويله لكثره السفر. الاسبوع اللي فات كان عندنا ورشتين عمل او 3 ورش عمل في تركيا علشان مناقشه صعوبه تحويل الاموال من لدى المؤسسات والمشاكل اللي بيوجهها لها البنوك، خاصة مع الجمعيات السورية في تركيا. اليوم بنتكلم عن الموضوع ده في وسط الجو اللي احنا بنعيش فيه، الجو الصعب من ناحية الصراعات في المنطقة العربية كلها، الجو الصعب من ناحية المناخ السياسي والمناخ الثقافي اللي بيسود العالم دلوقتي، الجو الصعب من ناحية المشاكل والكوارث الطبيعية وازدياد أعداد اللاجئين والنازحين والأرامل والأيتام والمرضى في العالم كله. كل هذه الأجواء الصعبة وغيرها، الجو الصعب لما حدث حديثا من خلاف سياسي أو اقتصادي في منطقة من أغلى المناطق علينا، هي منطقة الخليج. أتمنى من الله سبحانه وتعالى ربنا يكلل جهود الصلح بالنجاح إن شاء الله. أشياء كثيرة غير متوقعة، ضبابية كثيرة في العالم بالنسبة للنزاعات والصراعات والكوارث الطبيعية وازدياد أعداد المحتاجين في العالم بعشرات الملايين. كل هذه الأشياء تجدنا ان احنا لابد ننظر في السماء لنبحث عن نجم او بدر او قمر نهتدي بنوره في زي ما نقول في الليلة الظلماء يفتقد البدر او النجم او القمر الى اخره. في الوقت ده بالذات الكآبة مرفوضة، الاحباط مرفوض، القبول والتخاذل مرفوض. في الوقت ده بالذات لابد أن نصنع النجوم، في الوقت ده بالذات لابد أن نصنع النجوم لكي نزيل هذه الغشاوة المؤقتة. تستمر سنة أو 5 أو 10، إن شاء الله تستمر 20 أو 30 أو 40 أو 50 سنة أو حتى 100 سنة. لابد أن نبدأ بصناعة النجوم، لابد أن نبدأ بصناعة النجوم مرة أخرى. نأتي في هذا الأمر، كيف نصنع النجوم؟ الجو العام اللي بنعيش فيه المجتمع اللي هو على اليمين ده، ده هيكون متقاطع أفقي مع كل مرحلة رأسية في بناء النجم او في صناعة النجم. ده المجتمع اللي احنا بنتكلم عنه اللي بيتأثر فيه النجم هنا او الطفل في هذه المراحل الاربعة. الجو العام ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان مجتمعنا بناء على ما هو موجود فيه من وعي مجتمعي، مناخ سياسي، قوة الدولة، قيم المجتمعية، نوع الدين اللي بيؤمنوا بيه، استقلالية الإعلام، تاريخ الوطني الغير مزور، مناهج التعليمية والدراسية، مراحل التعليم، الثقافة المجتمعية، دور المجتمع المدني، الآداب والفنون، العمل الكشفي والتطوع. كل هذه الأشياء تعتبر متقاطعات مجتمعية مع أي مرحلة من المراحل التربوية لأي نجم من النجوم، سواء كان هذا النجم فتاة أو فتى، يعني طفل أو طفلة. يبقى أقول ثاني،
المجتمع يتأثر، شخصية الطفل هنا تتأثر بالمناخ المجتمعي الذي يؤثر في مدى وعي المجتمع، مناخ السياسي الذي يعيش فيه المجتمع، قوة الدولة اللي فيها الطفل ده، قيم المجتمع، دين المجتمع، الإعلام المستقل، تاريخ الوطن غير مزور، التعليم ومراحله، المنهج الدراسي داخل التعليم، داخل إيه؟ المراحل التعليمية المختلفة، ثقافة المجتمع نفسه، دور المجتمع المدني، وده مهم جدا 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 في بناء شخصية النجم، وكذلك الآداب والفنون اللي إحنا بنوريها لهم في التلفزيون وفي الإذاعة وفي السينما، العمل الكشفي والتطوع كمنظومة في المجتمع. يبقى في المجتمع بتاعنا اللي إحنا بنعيش فيه كل هذه مقومات لبناء النجم. مقومات لبناء النجم. كل هذه الأشياء هي مقومات لبناء النجم. صناعة النجم فيها أربعة مراحل. المرحلة الأولى هي مباشرة مع الطفل بصفة شبه دايمة. المرحلة الأولى هي مرحلة مباشرة مع الطفل بصفة دائمة، بصفة دائمة أو شبه دائمة. أول هذه المراحل، المرحلة دي اللي هي الأم. الأم، لذلك الشاعر قال إيه؟ الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم، وأكررها، الأم، وخاصة الأم المتفرغة لتربية النشء، مش الأم المتفرغة للشارع، المتفرغة للعمل فقط، المهملة لابنائها وابنائها، التي تعطي أبنائها لمربيات تربيهم. الأم، الأم هي المحضن الأساسي والقوة الأساسية في صناعة النجم. وأتذكر في هذا الأمر أم أديسون اللي حولت غبائه إلى ذكاء خارق، لما جات لها الورقة وقالت لها إحنا ابنك ده لا يصلح لأن يتعلم معنا، ورفضوه من المدرسة، فلم تعطيه هذه المعلومة. وحينما سألها ابنها لماذا، لو أديسون قال لها ليه، إيه اللي حصل يا والدتي، قالت له المدرسة بتقول إن أنت قوة ذكائك وقدرتك على العمل أعلى من مستوى المدرسة، فذلك أنا هعلمك في البيت. فبدأ يشتغل في الصباح وأمه تعلمه في المساء. فالأم هنا هي الركيزة الأساسية، مش الموزة والوزة والزوزة اللي احنا بنمشي وراها ولا الروشة، لا، كل دول يتحطوا في سلة مهملات. الذي يمشي ورا الوزة والموزة ده بيروح يلاقيها لن تنتج نجما على الإطلاق. وخلي بالكم لن تنتج نجما على الإطلاق. بعد الأم في المرحلة المباشرة مع الطفل هي المربية والخادمة والحارس والسائق، لأن دول بيؤتمنوا من الأب والأم على الطفل، ويترك الطفل معهم مدة طويلة جدا. حصل مشاكل كبيرة جدا ما بين السائقين والأطفال اللي بيودوهم مدارس بعض الدول الغنية دون ذكر أسمائها، وحصل مشاكل كبيرة جدا ما بين المربيات أو المربين أو الخدم اللي في البيوت مع الأطفال. واللي شاف منكم فيلم اسمه عمارة يعقوبيان يشوف في قصة كده لطفل صغير حصلت مع الخادم بتاعه، ودي حاجة عادية جدا في بعض الأماكن أن يؤتمن المربي وتؤتمن المربية ويؤتمن الخادم والحارس، وقد يؤدي هذا إلى اختلال في تربية الطفل في هذا الوقت. الأسرة الصغيرة اللي بيعيش فيها واستقرارها، وخاصة هنا يأتي دور الأب، مدى استقرار العلاقة ما بين الأب والأم في هذا المكان، أهي شجار دائم أم هي توافق وتكامل وتناغم بين الأب والأم والأطفال، لما وتفرقة بين الأطفال أو مساواة بين الأطفال. الأسرة الصغيرة مهمة. شوف هنا الأشياء دي مهمة جدا، وركيزتها الأساسية في كل البناء ده هو الأم. دول في منتهى الخطورة، لأن المجتمع الغني العربي يعتمد على الخدم. للأسف المرأة العربية في بعض المجتمعات الغنية دون ذكر الأسماء لا تدخل المطبخ ولا تتحدث مع الأطفال، ولكنها تأتي بخدم هندي، هندية وفلبينية إلى آخره. حتى في بلد زي بلد اسمها في مصر يعني يتباهى القوم بأنهم جايبين واحدة فلبينية عشان تعلم ابنهم أو بنتهم اللغة الإنجليزية، في هذا الوقت هي بتأتي معها بالثقافة
تأتي معها بالدين بتاعها، تأتي معها بأخلاقها، اللي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على نشأة هذا الطفل. فالانكفاء نتيجة للجهل المجتمعي، انكفاء الأم بالذات والأب بالذات والأسرة بالذات، لما عايزين يعملوا فلوس خارجين بره يعملوا إيه؟ يعملوا فلوس، أو يجيبوا ناس من هذه النوعيات عشان يربوا الأطفال، ده بيخلق أطفال مشوهين ثقافيا، مبي دينيا، مبي قيميا كذلك. يبقى الأم ومجموعة المربية والخادم والحارس والسائق، الأسرة الصغيرة، الجيران اللي أنت المنطقة اللي أنت عايش فيها، هتعيش في عشوائية؟ نحن لا نحارب العشوائية، لأن في ناس فيهم مضطرين يعيشوا فيها، لكن أو هتعيش في منطقة مستقرة، هتعيش في كومبلكس، منطقة فيها كومبلكس، يعني اللي هو زي قرية من القرى، أو هتعيش في عمارة إلى آخره. كل هذه الأشياء بتؤثر في نشأة النجم هذا اللي احنا بنتكلم عنه، فلا بد أن تختار المكان الذي لا يؤثر سلبا على تربية ونشأة ابنك الذي تريد أن تصنعه نجما أو رجلا مرموقا في المجتمع. زملاء الدراسة في المدرسة، أي مدرسة هتوديها له؟ أنت في مجتمع عربي ومنبطح انبطاحا تاما دي ثقافة غير عربية، فيطلع ابنك في هذه أو بنتك في هذه المنظومة هي يعني لا عندها الثقافة العربية ولا عندها الثقافة الأجنبية اللي أنت بتوديها له. فنوع المدرسة اللي أنت بتوديها اللي أنت بتودي أبنائك ليها كذلك بتؤثر سلبا أو إيجابا على الابن، وخاصة زملاء الدراسة إذا كان الأب والأم مسلمين، ونوعية الأطفال هناك مدللين زيادة عن اللزوم، فبنجد إن هذا الجيل من الشباب أو الأطفال قد لا يحكم نتحكم في العمل فيه، وقد يساء تربيته إلى آخره. الأقارب، قرايبك هيختلف مين في قرايبك؟ الأقارب اللي هم عندهم أخلاقيات وأبنائهم في نفس السن، أو الأولاد اللي هم يعني صحيح دمهم خفيف وكذا 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 ومفسدين في نفس الوقت. أنت اللي هتختار لابنك أو لبنتك هذه المنظومة لكي يقرروا من الأقارب اللي احنا بنتكلم معهم علشان نخلط أبنائهم. المعلم، المدرس اللي في المدرسة، يعني من الأشياء الجميلة اللي كنا حلنا في ابتدائي في مدرسة أحمد مهد الابتدائية في الحلمية الجديدة، أو مدرسة الإعدادية المحمدية الإعدادية في الحلمية الجديدة، نوع المدرس نفسه، شخصية المدرس وهيبة المدرس واحترام المدرس، وبالك ده بيؤثر تأثير إيجابي. دلوقتي الشباب بيضربوا بعد مسرحية مدرسة المشاغبين، بيضربوا المدرس ويتريقوا عليه، حصل ثورة عكسية انكفأ فيها بعض النظم التعليمية أو بعض السلوكيات الأخلاقية للشباب والأطفال بعد ما بدأت ثورة مسرحية مدرسة المشاغبين وإلى آخره. في هذا المجال فننظر من هو المعلم، وما قيمة المعلم في الدولة، وما شكل المعلم أمام الطالب، وهل المعلم ده يعيش على مراتبه الذي يكتسب منه شخصيته، أم هذا المعلم يقتات من الدروس الخصوصية فيكون هو يعتبر سلعة في إيد الطلبة عنده في المدرسة. العائلة الكبيرة بتاعتك أنت، الأقارب وكل أولاد العم وأولاد الخالة وكذا وكذا، ومدى يعني قيمة هذه العائلة في المجتمع. في ناس بتتبرع من العائلة الكبيرة لأن إما هم تجار مخدرات وتجار حشيش، أو من النصابين اللي أكلوا أموال الدولة أو أموال الشعب أو إلى آخره. فالعائلة الكبيرة بتجعل الإنسان ينكمش ويبعد عن اسم العائلة الكبيرة، أو يكون يعني فخور جدا بالعائلة الكبيرة التي ينتمي إليها. فلا بد في كل هذه الأشياء أن نرى كيف تتأثر شخصية الطفل الذي سوف نجعله نجما في من هذه المتغيرات الرأسية في البناء المجتمعي، بناء الشخصية المجتمعية لهذا الرجل. رجل الدين اللي بتعلم منه، هذا هو جاهل أو عالم؟ هل هو متشدد أو بشوش؟ هل هو عبوس أو بشوش؟ اللي هو في المسجد اللي جنب البيت، أو في الكنيسة اللي جنب البيت إلى آخره. هذا رجل الدين اللي بنتكلم عنه، وكيف نصنع رجال دين يبنون هؤلاء النجوم؟ بناء النجم ليس فقط
ليس فقط مبني على شخصية واحدة، وإن كانت أهم شخصية في كل هذه الشخصيات هي الأم التي تستطيع أن تصنع المعجزات لبناء شخصية ابنها كنجم مجتمعي. رجل الدين وانتمائه الفكري، انتمائه الفكري سواء الجماعة دي ولا الجماعة دي ولا الجماعة دي ولا الحزب ده أو الحزب ده أو الحزب ده، أو الرجل الدين ده جاهل أم عالم، أو بالك المدير المباشر ليه في الشغل بتاعه. بيتأثر الطفل لما يكبر ويصبح شاب بشخصية المدير بتاعه سلبا أم إيجابا. هل المدير ده مدمر لشخصيته؟ أو المدير ده مفعل لشخصيته وباني لشخصيته إلى آخره. يبقى دي في الأطوار دي كلها دي العلاقة المباشرة مع الطفل بصفة شبه دائمة. أقولها مرة ثانية، الأم المربية والخادم والحارس والسائق، الأسرة الصغيرة اللي هم الوالدين بالذات، الجيران القريبين باختيارك أنت للمنزل او المكان المعيشه، زملاء الدراسه معك، القرناء من الاقارب، المعلم ودوره كبير جدا جدا جدا، العائله الكبيره اللي تنتمي لها، رجل الدين والمدير المباشر. ده المراحل اللي بتاثر فيها الطفل الذي نريد ان يصبح نجما. المرحله الثانيه اللي هي مباشره ومؤقته وعند الحاجه، بمعنى ايه؟ القاضي والشرطي. مش كل يوم احنا هنخش الايه؟ اسم البوليس. مش كل يوم هنروح المحكمه. بس هل هؤلاء من الناس الذين يتحرون التقوى والعدل والإنصاف أم من المرتشين المدمرين للمجتمعات؟ وده بيجعل الإنسان يتأثر سلبا وإيجابا بضياع حقوقه أو بأنه ينطلق ولا يخشى من أن يضيع عليه حق أو يتهم بالباطل. شخصية القاضي لأنها شخصية محورية في المجتمع، وشخصية الشرطي لأنها شخصية محورية في المجتمع. عندما تدخل إلى قسم الشرطة أو مخفر الشرطة زي ما بيقولوا عليه، هل أنت تدخل أنت مرعوب وخايف أو تدخل أنت مطمئن تستطيع أن تحقق العدل فيه، وتستطيع أيضا أن تأخذ حقك هناك ولا يستطيع أحد أن يسلبك هذا الحق أو يظلمك أو يعتدي عليك إلى آخره إلى آخره. دي شخصية رئيسية بنقولها انها مرحلية او شبه مؤقتة. ننظر للمرحلة اللي بعد كده، هو قيادات الدولة اللي هم بنتكلم عليها المعاصرين وغير المباشرين مع الشخص مع الطفل نفسه. دول مباشرين ودول مباشر مؤقت حين الحاجة، واللي فوقيها اللي هم مين بقى؟ اللي هي المجموعة اللي هي عندها معاصرة لكن ما بتعملش معاك معاملة مباشرة. زي مين؟ لا تتعامل معك معاملة مباشرة ولكنها معاصرة معك في نفس الوقت. اللي هي أولها الشخص الإعلامي اللي قاعد في التلفزيون بيبث الأكاذيب، أو الشخص الإعلامي اللي قاعد في التلفزيون أو في أي وسيلة من وسائل الإعلام، الجرائد إلى آخره إلى آخره، ويبث الحقائق. وقيم هذا الإعلامي ليه؟ لأن الإعلام دلوقتي أصبح في الخطورة إن هو اللي بيصيغ شخصية أي إنسان في المجتمع. فلا بد أن نصنع نقابة للإعلاميين يكون زي نقابة الأطباء التي لها قانون أساسي ولها قيم، وعلى أساسها نستطيع أن نحاسب هؤلاء الإعلاميين سواء كانوا كذبة أم فسدة أم مرتشين أم كانوا من أصحاب القيم اللي بنتكلمها. فالإعلام هنا أصبح من الشخصيات المهمة جدا 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 في المجتمع التي تصير شخصية النجم. الآخر اللي هو رموز المجتمع. من هم رموز المجتمع؟ من هم رموز المجتمع نتكلم عنه؟ الآن لا، هل هم رموز لهم قيم مجتمعية إحنا حددناها؟ أم هم رموز الإعلام الفاسد؟ أم هم رموز الصناعة السياسية الخاطئة المضللة إلى آخره؟ من من النجوم نراهم في المجتمع؟ نحن نرى أغلب النجوم وأغلب المسابقات في العالم العربي والأسف 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 اللي هي بتمثل للعرب آيدولز وعرب جود تالنت، مش عارف باللغة العربية بنسموها ايه، وحاجات كتير زي كده، والرأس وهز وكذا 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 وكذا. بالنسبة للفنون جزء مهم من الثقافة المجتمعية، بس أي فن؟ أنا أتذكر بعض المقولات لشخصية مرموقة أعرفها اسمه مرتضى منصور، وصف هذه التمثيليات في رمضان، وصل هذه الأشياء بأوصاف يعني حقيقية ولكن غير لائقة أنها تطلع في التلفزيون. معنى إيه؟ وصف النساء اللائي يلبسن أو اللاتي يلبسن هذه الأشياء بالوصف الحقيقي لهن، لأن ده لا يمكن أن يكون
هذه الشخصية تظهر على العائلة اللي هي بتتمثل في شخصية الطفل اللي بيكبر ويشوف المرأة دي بتعمل كذا، أو الألفاظ الهابطة والبذيئة وضرب المطاوي والسكينة في الراس والشعر الكمبوشة واللي بنسميها احنا ايه عش العصافير اللي على اللي فوق ده والحلقة والسيوف. ايه ده؟ ايه الخيبة اللي احنا فيها دي؟ اما نتكلم عن اللي هو رموز المجتمع، هؤلاء هم اصبحوا رموز المجتمع. لو احنا قرناهم برموز مجتمعيين في الماضي، سواء كان في 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 في, في, في الادب ام في الثقافه ام في الفن ام في السياسه ام في في الرياضه الى اخره، لان نجد ان هبوط القيم المجتمعيه هو ادى لصعود رموز ونجوم مجتمعيين ليس لنا علاقه بهم، لانهم يعني اتوا من كواكب اخرى ولكنهم سكنوا يسكنون وطن. قيادات الدوله هل هي قيادات فاسده؟ او هي هل هي قيادات ضبابيه؟ او قيادات فيها شفافيه؟ هل هي عادله او ظالمه؟ الى اخره. كل هذه الاشياء بتؤثر، لا لهم لا يختلطوا بالشاب مباشره او الشاب مباشره، لكن هم بيأثروا في تأثير قوي جدا جدا جدا. فعلى الام هنا ان تلحظ، لان هي الاصل في الموضوع ده كده، في التثقيف وفي التعليم وفي التوجيه الى اخره الى اخره. اما الام اللي ماشيه ورا وظيفتها والام اللي ماشيه ورا اصحابها فلن تبني مجتمعا ولن تبني نجما على الاطلاق، لانها تتركه للشغاله وتتركه للخادم وتتركه للحارس وتتركه للسائق. لن تبني هذا، ان هي بتؤثر عليه سلبا وايجابا في ان هو بتعلمه يا ابني ده صح يا ابني ده غلط، يا بنتي ده صح يا بنتي ده غلط. التوب اللي هي بقى دي مش ناس لم يعاصرونا ابدا، لكنهم هم يعني ركيزه اساسيه في بناء وصناعه الهند. اول حاجه الشخصيات التاريخيه. من هي الشخصيات التاريخيه اللي احنا هنعلمها لابننا او لبنتنا فيقتدي بيها؟ بناء على الشخصيه دي هيتمثل هذا الطفل وهذه الطفله شخصيه هذا القائد او شخصيه هذا الاديب او شخصيه هذا الممثل او شخصيه هذا الرياضي الى اخره. فهذه الشخصيات التاريخيه اللي احنا بنعلمها له اما في المناهج الدراسيه ام في الاعلام ام في البيت. مهم جدا الشخصيات التاريخيه التي اثرت وبنت مجتمعات. انا لن اذكر اسماء بعض الشخصيات لكي لا اتهم بان انا اميل الى هذا الجانب دون هذا الجانب الى اخره الى اخره الى اخره. ولكن اذكر في 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 من انشاوا دولا كثيرا او حضارات كثيره او نهضات كثيره، ممكن زي ابن خلدون زي كل علماء المسلمين والعرب كتير، زي ما ذكرت اديسون قبل كده ودور امه في نشاته، زي الزعيم مصطفى كامل، زي الزعيم محمد فريد، زي سعد زغلول في مصر الى اخره، زي من انشا دوله المملكه العربيه السعوديه اللي هو الملك عبد العزيز رحمه الله عليه، زي من انشا كل الدول الاخرى المجاوره لينا وكل هذه الاشياء الى اخره الى اخره. فلما ننظر لمثل هؤلاء الشخصيات، من سنعلم ابنائنا من هذه الشخصيات؟ الامام احمد بن حنبل، الامام ابو حنيفه، الامام الشافعي، الامام محمد بن عبد الوهاب، الى اخره. انا مش هذكر المعاصرين عشان ما يحصلش فيه خلاف سياسي عند المشاهدين. يبقى احنا اتكلمنا الشخصيات التاريخيه، الانبياء والرسل دول ركيزه اساسيه. يعني لا مفر منهم شئنا ام ابينا. شئنا كل الانبياء والرسل. احنا كمسلمين بنؤمن بكل من اتى او من ارسل من انبياء ورسل قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو خاتم الانبياء. في بعض الديانات الاخرى تؤمن بنبيهم او برسولهم فقط، في بعض الانبياء تؤمن برسولين ولا تؤمن، وهؤلاء الناس اجرهم على الله، اجرهم على الله. لكن احنا كمسلمين نقول ان من بعثه ادم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بكل هؤلاء الأنبياء والرسل مجتمعين، ونعتز بتبعيتنا لقيمهم الأخلاقية، لأن كلهم من الموحدين الذين أتوا لترسيخ القيم الإنسانية الربانية وبناء المجتمعات المحلية اللي نتكلم عنها أو المجتمعات الدولية الإنسانية. يعني نتكلم المرحلة الرابعة اللي هم من غير الأنبياء والرسل.
ايه طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق اللي هو يعني لابد ان نعرف ان لنا خالق، لابد ان النجم ده يعلم تمام او تعلم تمام العلم انها خلقت او خلق هو من ماذا؟ من ماء مهين. ماء مهين ريحته مش كيف. ولو جاء الماء المهين ده على ثوب احد لابد ان يغتسل او ان يغسل هذا الثوب. يعني انت ايها الملك وانت ايتها الملكه الى اخره اتيتم كلكن او كلكم من ماء مهين يخرج من بين الصلب والترائب. يعني مش هنتكلم احنا في الاعجاز القراني، فده اصل خلقه الانسان. فما يجيش انسان يجي يقول لي انا ولدت نفسي، انا خلقت نفسي، ما ينفعش. هنا بنتكلم على الالحاد، عدم الايمان بالرب، ده شيء لا يخلق نجم مجتمعي ولكن يخلق شخص مجوف من جوه. انا لا احارب احد، لكن انا اقول بناء على من خلقني ارجع، لان انا اعيش في مجتمعي، اعيش في عالمي، اعيش في اوطاني، اعيش اكل من رزقه، يعطيني الصحه ويهديني الى اخره. نتكلم عن الشخصيات التاريخيه، انبياء ورسل، الخالق دول يكون ركائز لا نحيد عنها على الاطلاق. اما الشيء المستجد في التربيه المجتمعيه لانشاء النجم ده، هو لابد اننا نعلم ان في شيء اسمه مستجد، اللي احنا بنسميه بالانجليزي واتس نيكست، او بالعربي ماذا بعد. في كل مجتمع تربوي لاي طفل او اي طفله نريد ان نعمل ان نجعلها نجمه، لابد ان نضع في نظريتنا التعليميه لها ماذا بعد. انا خلصت ابتدائي، ماذا بعد؟ انا خلصت الثانوي، ماذا بعد؟ انا خلصت الجامعه، ماذا بعد؟ انا خلصت الدكتوراه، ماذا بعد؟ افضل في ماذا بعد الى ان اموت. لان ماذا بعد دي هذه التي تحقق تنميه واستقرار وديمومه المجتمعات، لان انت دائما تجتهد لان تاتي بالجديد لكي تبني مجتمعك وتظل عجله البناء مستمره من ان تولد من يوم ميلادك الى ما بعد مماتك، انت تركتها للمجتمع ده علما ينتفع به. يبقى انهي الكلمه معكم اليوم، واقول ان احنا بنتكلم عن المناخ المجتمعي المحيط بالطفل اللي هو الوعي المجتمعي، المناخ السياسي، قوه الدوله، القيم المجتمعيه، الدين، الاعلام، التاريخ الوطني، التعليم، المنهج الدراسي، الثقافه، دور المجتمع المدني، الاداب والفنون، العمل الكشفي مهم جدا للطفل، التطوع، والتربيه الراسيه للطفل لاول مرحله مباشره او شبه مباشره من الام. وارجع اقول مره ثانيه، ام مزه ما تنفعنيش. ام جلسه عشان تربي اولادها وتعطيهم الحب والحنان هي الاساس في كذا البناء الهرمي، هي اهم ركن واهم قاعده واهم طوبه واهم اساس في البناء الهرمي. المربيه والخادم والحارس والسائق، الاسره الصغيره، الجيران، زملاء الدراسه، القرناء، المعلم، العيله الكبيره، رجل الدين، الرجل المدير المباشر. دول ايه؟ بيكونوا متصلين بالطفل بصفه مباشره، اللي بصفه مباشره مؤقته اللي هم ايه؟ الشرطي والقاضي على حسب عدل الدوله، او بعدين بعد كده النجوم، بعد كده بعدين ناس معاصرين معانا ومش مرتبطين بنا مباشره من قياده الدوله، النموذج المجتمعيه، الاعلاميين، وبعد كده الشخصيات الراسخه من الانبياء والرسل والشخصيات العامه التاريخيه التي وطبعا والمستجدات في المجتمع. ويغلف كل هذا الغلاف هو قاعدة الربوبية والألوهية التي ننتمي إليها ونؤمن بها إيمانا راسخا، هو الذي خلقنا من ماء مهين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بكم يوم الجمعة إن شاء الله باللغة الإنجليزية.